على مدى 3 أيام متتالية يعقد المؤتمر الاقتصادي كمنصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء لصياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري. كاميرا التلفزيون المصرية عقدت عددا من اللقاءات مع بعض المشاركين في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. بينعقد هذا المؤتمر في وقت دقيق للغاية، العالم كله مر بمرحلة كانت صعبة للغاية بجائحة كورونا وتبع ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي كان لابد من انعقاد هذا المؤتمر أولا لتشخيص وتقييم ما تم من عملية الإصلاح الاقتصادي على مدار الفترة الماضية، ولوضع خارطة طريق مستقبلية للقدرة على أن يكون الاقتصاد المصري أكثر تنافسية. كان من المهم جدا في الوقت ده أن احنا نعمل هذا المؤتمر بهذا الشكل، أن يكون الحضور فيه من القطاع الخاص، من الخبراء، من الاقتصاديين، من السياسيين، من رؤساء الأحزاب، بجانب طبعا التنفيذيين من الحكومة، علشان نقدر نتحاور مع بعض، نتشاور، نشوف إزاي نقدر نتلافى الآثار السلبية لهذه الأزمة، وكمان إزاي نعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ونطلق الطاقة الكامنة داخل. متوقع من خلال المحاور المختلفة اللي بيغطيها هذا المؤتمر، والحمد لله مغطي، يمكن واخد الرؤية من كافة الجوانب من خلال حوالي 12 جلسة تقريبا، هنقدر نوصل لخارطة الطريق، وهو ده اسم المؤتمر. مطلوب نعمل ايه؟ يمكن كل واحد فينا بفكره، باسلوبه، من منظوره، من مصالحه، او المنظور الضيق للقطاع بتاعه، شايف حاجات ممكن تتعمل. لما جمع كل الاراء مع بعضها اقدر اوصل لخريطه الطريق لصالح مصر.